وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية. برحب بحضرتك معي عبر تن. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إذن الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع أكد العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر الأسعار توافر السلع وانخفاض الأسعار. لو تحدثنا بداية أستاذ عن هذه الجهود وماذا عن الخطة المقبلة للتعامل في هذا الملف، ملف الإصلاح الاقتصادي؟ والله يعني دولة رئيس مجلس الوزراء بيتابع بلجنة مخرجات الأسعار دي الحقيقة متابعة دقيقة للسوق، وده بناء طبعا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة في المرحلة دي مهتمة اهتمام بالغ بالمواطن وبما كل السبل اللي توفر له حياة كريمة. الحقيقة الاجتماع ده بيبقى تقريبا دوري كل أسبوعين أو ثلاثة على حد أقصى، وبتبقى في الأطراف المعنية كلها سواء كان أصحاب معالي الوزراء والسيد نائب رئيس الوزراء وجهات أيضا اللي هي متعلقة بتوافر السلع في السوق بالكامل. الاجتماع بتاع النهاردة الحقيقة أكد أن في توافر جميع السلع الحمد لله بما يفوق حجم الطلب اللي موجود في السوق، ووجه سيادته أن احنا بنحاول مع بعض في المرحلة دي أن احنا نحاول تخفيض التكاليف بالصورة تقدر تترجم ان الاسعار السلع والخدمات تبقى يعني سعر اقل خلال المرحلة القادمة. كيف تتعاملون استاذ احمد مع مسألة احكام السيطرة على جشع بعض التجار واحكام السيطرة على الاسواق وهذه الاسعار؟ ما الذي تم بالفعل في هذا الاطار؟ والله انا عايز اقول لحضرتك حاجة، اللي ممكن يتعمل في كده ان الوفرة تبقى موجودة وان حجم العرض في السوق يفقد طلب، واحنا منافذ البيع منتشرة في الشوارع والمستهلك عليه دور برضو اذا هو توجه لمحل شاف فينا الاسعار عالية ما يشتريش ويروح لمحل اخر. طيب بالنسبة كيف تقرأ أستاذ أحمد ما أعلن عنه رئيس الأمانة الفنية اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بأن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون بأن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت بالفعل في توفير السلع، و 65% أو أكثر منهم يرون بأن هذه الإجراءات نجحت في خفض أسعار السلع، هذا بالإضافة لمحاولة وجهود رقمنة هذه المنظومة؟ لو تحدثنا في هذا الإطار أيضا. والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هي الجهود المبذولة من دولة رئيس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء المعنيين مع الجهات المختلفة عملت على زيادة عرض السلع في السوق، وده هو السبب الوحيد اللي أدى لانخفاض أسعار السلع خلال الشهور الماضية. فيعني يمكن ده، أما عملية الرقمنة دي عملية طبعا مهمة لأن بتسهل نوع المتابعة دائما في هذه الأمور، والحقيقة وزارة الاتصالات مع الوزراء المعنية في ذلك هم شغالين على هذا الأمر في الوقت الحالي، وإن شاء الله ده ينعكس على مزيد من استقرار السوق في المرحلة المقبلة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، شكرا جزيلا لك.